طبعا هذه الصفحة الرئيسية. من لوجات، لاحظ تقوم بتسجيل دخول مثلا، أو تضغط هنا وتسجل حساب جديد، تعمل لوجين. لا إله إلا الله، معك الصفحة الرئيسية. طبعا الصور هذه لأنها مش موجودة عندي فما ظهرت شيء. مثلا أنت ضغطت على هذا الأصناف بيدخلك على هذا الأيتمز، تمام. في هذا الأيتمز مثلا أنا بأضيف إيش، هذا المنتج، تمام، ضفته. لو تلاحظ هنا في الماي باسكت عندي إيش، أبل، حبتين أنا ضفت واحدة من قبل، تمام. لو تلاحظ أنا بعمل باك، أأتي أضيف إيش، هذا العنب مرة ثانية، وزدت ضفت أيضا عنب مرة ثانية، أضيف أيضا مثلا الموز، تمام. أأتي إلى الماي باسكت، هذه السلة حقي. لاحظ عندي أنا هنا 2 جرابس، وعندي هنا 2 إيش، الأبل، وعندي هنا 1، تمام. وهذا يطلع لك السعر الإجمالي لمجموعة أسعار الأصناف الأيتمز هذه. طبعا وهنا هذا هو المطلوب إلى هنا، أن تطلع له التوتال وعدد كل أيتمز تم اختياره وشرائه، أيضا تطلع له التوتال الإجمالي للمشتريات كلها، يعني السعر الإجمالي لجميع الذي في السلة. بعدين هذا المطلوب في حق ليش، في حق المستخدم العادي. أما الأدمن، لاحظ من بتقول له أنا عندي أدمن، لازم أسجل الدخول، عندي أنا هذا الحساب 1 2 3، تمام. أعمل لوج إن، تمام. عندي هذا الصفحة الأيتمز، تمام. أردت أن أضيف جديد، أضغط هنا. طبعا تعدلوها إذا تريدوا تضيفوا أي تصميم عادي. مثلا أنا بأضيف تفاح عادي بالعربي، إذا أضفته هنا مثلا هذا السعر وهذا الوصف، تمام. أختار أي صورة من دمعي، تمام. أختار إلى أي صنف هذا موجود معي، هذه الأصناف، أختار أي صنف، أختار مثلا هذا الصنف، تمام. أد الآن لو تلاحظوا قام بإضافة هذا التفاح. طبعا عملنا الصورة خيار، لا مشكلة، المهم أن العملية توضح، تمام. أردت أن تعدل، تضغط هنا. مجرد أنك تضغط يسترجع لك جميع البيانات حق هذا المنتج. تقوم باختيار التصنيف هنا، التصنيف هذا مثلا هنا، تقول له خيار، لاحظ خيار السعر مثلا 100، تمام. الوصف هذا، تمام. الآن تعمل إيديت، لاحظ كيف قام بتعديل الاسم والسعر، أيضا الوصف. إذا أردت طبعا أنت بتحصل هذا، لو تلاحظوا أنت، ها شوف، لو دخلنا الآن إلى فين، إلى هنا، بتلاحظ هذا الخيار تم إضافته في هذا الأيتمز، تمام، في حق الخضار. إني أنا اخترته من السكشن، أقدر أستطيع أسوي له حذف أو تعديل، تمام. لاحظ مجرد إني أغير ال، شوف، أغير السكشن، القسم حقه، شوف خلاص اختفى من هذا السكشن. فين بحصله هنا، لاحظ عندي هذا آخر منتج، الخيار هذا آخر شيء أضفته، تمام. لاحظ عندما أعمل له حذف، شوف ديليت، خلاص تم حذف هذا الخيار، تمام. أتي إلى هنا حق العميل، ألاحظ أنه حذفته هنا، تمام. أضغط هنا هوم، تختفي لهم. طبعا باقي ملاحظة واحدة في الأيتمز، عندي اللوج إن هذا، طبعا اللوج إن موجود في حق الصورة، أو دعوني أعمل هكذا، أخذ الهيد هذا،
وأحطه في هنا. لا إله إلا الله الأيتم. تمام حلو. الآن هذا كل شيء، وتعمل تسجيل خروج طبعا من هنا هكذا خلاص. طبعا تستطيع، لاحظ كيف خرجت، ما عاد استطعت انك تستخدم البرنامج، لكن لو دخلت الى الاندكس طبيعي، مجرد انك تدخل تشتري ما يسمح لك شيء، لازم تسجل دخول من اجل احفاظ معلوماتك. هذا ان شاء الله، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.